رجعنا لكم من تاني، ومفاجأتنا بتاعت النهاردة لسه موجودة معانا. طيب، عشان نوصل للسعادة، عشان نوصل للسعادة الأسرية، كلنا كنا الفترة اللي فاتت، خلال الفترة اللي فاتت طبعا الأطفال في المدارس، الأبهات في الشغل، الأمهات سواء بتشتغل أو قاعدة في البيت، دلوقتي كل حاجة بقت خلاص كلنا قاعدين مع بعض، ممكن حوالي 12 ساعة أو أكتر لو كنا من الناس اللي بتسهر كتير، مع ان انا ما انصحش طبعا بموضوع السهر ده عشان هيأثر علينا. احنا عايزين نتفائل ان الامور هترجع لنصابها الصحيح، وفعلا نرجع للعادات الصحيه تاني علشان جسمنا ما يبتديش ان هو ياخد على جزئيه النوم متاخر، تبتدي عينينا تحلق اسود، تبتدي ان احنا نبقى هزلين، او سواء نعاني من امراض السمنه علشان خلاص بقينا التلاجه عامله ايه. خلينا بقى عشان نوصل لموضوع السعاده ده لازم نمشي كده شوية خطوات. أنا ما ينفعش أجي أقول لك اضحك وأنت عامل مشكلة كبيرة في البيت. ما ينفعش أجي طفل صغير يكون لسه مضروب وأزغزغه وأقول له اضحك. ممكن هيستجيب، بس هيستجيب وقتي. برضو العنف سايب أثر. عنف؟ آه. طيب، عشان نتكلم بقى شوية حاجات العنف ومهارات بقى وتطوير والكلام الجميل اللي احنا بنتكلم عنه، سواء تطوير الذات أو ان انا اكون داعم لتطوير غيري. خلينا النهارده معانا ضيفتنا دكتوره، ازيك؟ عامله ايه؟ دكتوره ايه النهارده منورانا، اخصائيه طبعا تربيه خاصه وصحه نفسيه، فعملت ميكس كده جميل لبرنامج تربوي، حابين ان احنا ناخد شويه ملامح منه. خلينا كده نبتدي، مثلا لو ابتدينا مع بعض نبتدي بجزئيه العنف الاسري. يا ترى ايه اسبابه؟ هل الكورونا هي السبب؟ هل القعده في البيت هي السبب؟ ولا ايه؟ ايه اسباب العنف الاسري؟ هو خلينا نتعرف يعني ايه عنف اسري الاول، ونعرف اصلا معناه ايه. العنف الاسري هو شكل من اشكال التصرفات السيئه اللي بتصدر من الام او الاب، من الزوجين. تمام. بتصدر اتجاه مين؟ اكيد اتجاه ابنهم او الطفل. تمام. وبيبقى ليها اشكال مختلفه جدا، اما بتكون جسديه او لفظيه او نفسيه، وبتكون متعدده. او بالحرمان، ان انا ممكن احرمه من حاجه، فانا كده حاجه تكون هو محتاجها، مثلا ممكن اقول له خلاص ما مش هتاكل يوم بحاله، مش هتشرب يوم بحاله، لان فعلا الحالات دي سمعنا عنها كتير. طبعا جدا. ومن اشكال الفظيعه جدا اللي بنواجهها كمان الفتره دي، لان احنا دلوقتي كلنا في البيت، فكلنا بنلتقي في بيت واحد واسره واحده، فاكيد في مواقف في البيت بتحصل، واكيد في كوارث كتير احنا بنتصرف فيها غلط مع اولادنا، فاحنا لازم كويس جدا نعرف ازاي نتعامل مع اولادنا صح علشان نتجنب العنف الاسري. ودي من اخطر الحاجات اللي احنا بنواجهها، وعلشان كده كل الأشكال اللي احنا بنواجهها في العنف الأسري سواء جسدي أو لفظي لازم نحاول ان احنا نتجنبها. وكمان عايزة أقول انه العنف مش بس بيكون موجه للطفل، هو كمان ممكن يكون موجه للمرأة أو لكبار السن، ودي برضو من الأشكال المسنين والصور. يعني اللي هم مثلا بيبقى اوقات مش قادر يروح الحمام، أو دي يمكن من اغلب المشاكل فعلا اللي سمعتها، اللي بيبقى مش قادر يروح الحمام، او بيبقى بيكح بالليل كتير، او بيبقى يعني ما بيبقاش فيه تقبل ليه عموما، صح كده ولا؟ بالتاكيد. واسباب، لو احنا دخلنا في اسباب العنف هنلاقي اسباب كتير، منها الادمان، الكحول، الاضطرابات العقليه والنفسيه، في بعض المشاكل، عدم الثقة بالنفس، النشأة الأسرية دي مهمة جدا، لأن لو طفل نشأ في أسرة فيها عنف أسري واتعرض للعنف ده، بالتأكيد هينشئ أسرة كمان عنيفة. طيب، هل هو ده الأثر الوحيد، ولا في تأثير للعنف الأسري متشعب يعني في حاجات كتير، ولا إيه؟ يعني ممكن نحددهم كده، نحصرهم إزاي؟ هو العنف الأسري أولا ليه مراحل متعددة جدا. بيبدأ أولا بالزوج والزوجة، والعنف بيبدأ ما بين الزوج والزوجة، ثم بيبدأ. احنا في احصائيات هتظهر معانا بالفعل دلوقتي، يعني نبتدي نعرضها للسادة المشاهدين. بعض الاحصائيات اللي حضرتك جمعتها لنا وجبتها لنا من مصادرك، عن تخص الموضوع اللي هو بتاع العنف الأسري ده فعلا.
فنتكلم فاحنا نتكلم عن المراحل وبعدين نقول الاحصائيات، لان الاحصائيات دي مهمه جدا، لان المراحل بتبدا بين الزوج والزوجه، وبعدين الطفل بيتعرض ليها من الاب او الام، وبعدين الابن ده بيبدا يعمل العنف ده مع اخواته، وبيبدا الموضوع يكبر يكبر لحد ما ينتقل للمجتمع بالظبط، وبيبدا ان احنا ننقل الصوره دي في المدرسه في الشارع، فهو بينقل الصوره دي بشكل كبير جدا بالظبط، بيبقى عنف متبادل اكيد، وبيأثر على نفسيته في حياته النفسيه والاجتماعيه، وبيكون شخص غير سوي، فهو عنده مشكلات كتير بسبب العنف اللي بيتعرض له، لان الطفل اللي بينشا شاف مثلا مامته بتتضرب، شاف والده بيعمل اي نوع من انواع العنف اتجاهه. يعني من ضمن الحالات اللي واجهتها مؤخرا ان اب في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي هو مهمل جدا ابنه، وقاعد طول الوقت ماسك الموبايل وعمال بيلعب على الموبايل، وكل ما ابنه يجي يحاول ان هو يقرب منه او يحاول ان هو يلعب معاه بيعمل ايه الاب؟ بيضربه. مع الاسف ان هو بيزقه، بيدفعه، وبيبدا يقول له روح ابعد عني، ادخل الاوضه، انا دلوقتي قاعد مش شايفني مشغول، وبيبدا ان هو يصدر منه ده، لانه مهتم جدا بلعبه معينه ومشهوره جدا الفتره دي. هو اوقات فعلا الرفض بيبقى اسوأ من العنف كمان، يعني بيبقى اسوأ من الضرب، يعني فكره ان انا رفضك او رفض وجودك اوقات بتبقى اصعب من فكره ان انا مثلا بعنفك لسبب او لان انا متضايق، يعني بيبقى فعلا حاجه غير مبرره بالتاكيد. والتصرف ده بيكون اسبابه طبعا الخلافات الاسريه، ومش معنى ان يكون في خلافات اسريه بين الزوج والزوجه اني اطور الموضوع للاولاد، لانه احيانا العنف بيكون من اشكاله التهديد، انه بيبدا يهدد يا اما انه هيمشي الرحيل، او ان الاهمال، انه هبدا اطلع كل ده على الاولاد، فانا عندي ضغط نفسي فابدا اظهر العقاب ده، انا بعاقب اولادي بالشكل ده لاني انا متضايق من زوجتي، او العكس بالظبط. تمام. فمع الاسف الاولاد بتتظلم، ومن ضمن الاحصائيات العالميه اللي اصدرتها الامم المتحده برضو نسب كبيره جدا من النساء بتتعرض للعنف، كل 3 نساء بيكون فيهم امراه بتتعرض للعنف. اما في الشرق الاوسط فبيكون في نسب كبيره جدا، ومع الاسف غير معلن عنها الرقم الحقيقي، لان هم بيكونوا رافضين، او اكيد نسبه الحصر، يعني هي عارفه ان هي دلوقتي بتتهدد، لو اشتكيتي لابوكي حتى او لاخوكي او لاي حد انا مثلا هطلقك، او انا مش عارف هحرم العيال من مصروفهم، هحبسهم مش عارف ايه، هاخدهم اوديهم عند اوقات للمغتربين بيقول لها مثلا هاخدهم اوديهم عند اهلي في البلد ومش هتشوف عيالك تاني. فعليا بالفعل في حالات وصلت للمراحل دي. طيب احنا ازاي بقى ان احنا نحاول على الاقل بعد ان احنا طبعا بنرفع نسبه الوعي، ازاي نحاول نتفادى الموضوع ده ونتغلب عليه؟ اولا الضغوط النفسيه واليوميه اللي احنا بنتعرض ليها لازم الشخص يكون قادر ان هو يتحكم فيها. فلو هو مثلا عنده ضغوط نفسيه كتير وهو مش قادر يتحكم في اعصابه، فازاي اقدر اعمل ده؟ او ازاي ابدا اني اتجنب العنف اتجاه ابني او الرد الغير لائق اتجاهه؟ مهم جدا تمالك الاعصاب في اللحظه دي، لاني لو ما فكرتش كويس جدا قبل ما انطق الكلمه بالتاكيد هتاثر، وهيكون ليها اثر سلبي وفظيع بدون ما اشعر وبدون اي وعي مني، لاني بتصرف بدون تلقائيه. طبعا. انا بطلع الانفعال بسرعه بدون ما افكر، فمهم جدا التفكير، ودي اول نقطه. دكتوره ايه، انا شايف فعلا لما ابتدينا نتكلم في الموضوع ده ملامح وش حضرتك اتغيرت، وابتديتي ان انت فعلا تتاثري بالموضوع ده، واضح ان الموضوع له تاثير سلبي على المجتمع وله تاثير سلبي على المستوى اللي هو الاجتماعي. طيب احنا دلوقتي عشان نتغلب على حاجه او نتفاداها، احنا ابتدينا نحدد الاسباب اللي هي ممكن تكون اسباب، هل هي اقتصاديه بس ولا اجتماعيه، ولا ممكن يكون ليها علاقه بالتنشئه،
ولا طبعا الحاجات دي كلها ازاي نحاول نتفاداها، زي ما كنا برضو بنحاول نرجع لنفس، يعني احنا مهما نلف في الموضوع ده بنلف وبنحاول نرجع لنفس مرجعنا فيه تاني. الثقافة العامة شيء مهم جدا وبتختلف من مجتمع لآخر، فلو أنا ثقافتي متدنية أو عندي أمية فأكيد هيكون نظرتي مختلفة جدا لما أتعرض للعنف، طبعا فبالتأكيد هيكون الموضوع اللي هو مختلف. الرد بقى، يعني رد الفعل، يعني مثلا حسب مستوى الثقافة هيكون رد الفعل بالتأكيد. بتاع اللي قدامي. طيب خليني كده، انا في جزئية دايما كنت بدور عليها وبحاول اتكلم فيها بعد نسبة ارتفاع نسبة الوعي، ازاي مثلا اللي بيتعرض للعنف الاسري يحاول ان هو يتفادى الموضوع ده، يعني ادينا عايزين اكيد في حيل نفسية او حيل دفاعية نحاول ان احنا غير الكذب، لان احنا لقينا ان نتيجة الموضوع ده بتودينا سواء ان الطفل او الزوجة او كده لسكة الكذب، والكذب طبعا زي ما احنا عارفين كلنا ان عمره قصير، أكيد. يعني مهما حاولت تكذب او تداري حاجة او تخبي حاجة، فازاي يعني نوصل المصارحة شيء جميل جدا، يعني لو في مصارحة بين الزوج والزوجة أول ما يحصل أي خلاف هتكون فيها يعني على سبيل المثال حل أكبر. الإحصائيات معانا هتتعرض على الشاشة اللي حضرتك كنا بنتكلم عليها، وده طبعا شيء كويس جدا إن احنا نبقى عندنا إلمام بخطورة الموضوع أو مودينا لحد فين، فاهمين؟ يعني هي الجزئية إن هو الموضوع ده مودينا لحد فين، هنوصل بيه لحد فين، إزاي نتغلب عليه، إزاي نتفاداه، إيه هي بقى الحيل غير موضوع طبعا الإحصائيات زي ما احنا شايفين ان هي يعني معدل كبير. الإحصائية دي بتبين العنف ضد الأطفال حسب المناطق المختلفة في عام 2015، وبتبين كتير قوي إن واضح ان المعدلات عالية في العقوبة افريقيا. البدنية اللي هي بالأحمر وده عنف جسدي قوي جدا، فأما التنمر والعراك اللي هي باللون الأصفر زي ما احنا شايفين والتحرش والضرب الموضوع كبير بقى فعلا. بالتأكيد، فإحنا لازم إن إحنا نتجنب العنف بكل الوسائل، إن إحنا نفكر نتناقش أول ما يحصل أي مشكلة ما بيننا، ندور على حلول. الرضا من أهم الحاجات الرضا اللي في الدنيا، لأني أنا لو مش نعمة. راضي عن حياتي الأسرية اللي أنا كونتها وإن اخترتها بنفسي بالتأكيد هكون مش راضي عن أي حاجة تانية بالظبط، لو حتى أكيد حصلت. أكيد أكيد. طيب لو على المستوى الشخصي بقى، انا ازاي اتحكم في انفعالاتي؟ يعني التحكم انا بروح مثلا، ممكن اروح فتحصل معايا حاجه في السكه او لما اروح البيت، او ممكن اروح الاقي حاجه مش جاهزه او اي حاجه، دي حاجه مثلا بتعرض لها كلنا مش راجل بس، ممكن راجل او ست، ممكن وهي طالعه زي ما بنشوف اوقات الاسانسير ما مش موجود فتخبط على الباب، فالخاتم مش عارف يحصل له ايه، أكيد. فالكيسه تقع في الشنطه، وبعدين ما تلاقيش بعد ما تركب ما تلاقيش كارته الاسانسير لان هي اتلهت في التخبيط على الباب، يطلع بيها الاسانسير لفوق وينزل بيها لتحت. طيب التحكم بقى في الانفعالات نعمل الموضوع ده ازاي؟ التحكم في الانفعالات محتاج من الإنسان قوة كبيرة جدا علشان يقدر إن هو يعمل تولرنس. ده. فلما أنا باجي أتحكم في انفعالاتي أنا لازم أقدر إني قبل ما أعمل ده، قبل ما أنا مثلا منفعل زيادة عن اللزوم، فأنا دايما بيصدر مني مثلا كلام سيء أو إن أنا بفضل بالظبط إن أنا اقول ليه حصل معايا كده، ليه مش عارف ايه، فانا ببدا ان انا طول الوقت انا غضبان. أكيد. وطبعا لو ملقاش الاحتواء جوه البيت وجوه الأسرة وحس بالموضوع ده كله هيبتدي يدور عليه بره، وبعد كده ندخل في مشاكل بقى مراهقة ومشاكل زواج عرفي ومشاكل إدمان ومشاكل انفصال بين الأب والأم طبعا، أساسا. ودي اكبر الاضرار، اضرار العنف الاسري، نسب الطلاق المرتفعة. طيب خلينا بقى نيجي نتكلم في جزئية مهمة جدا، موضوع تنمية المهارات للأطفال خصوصا اللي هم ايه بقوا قاعدين معانا، عايزين بقى نشغل وقتهم بحاجه مفيده، عايزينهم ما يبقوش مركزين في الجلسات الحواريه بين الكبار وبعضهم، خصوصا ان ممكن يبقى في ساعات اوقات حاجات شغاله طبعا على التلفزيون احنا
الاطفال لسه سنهم ما يستوعبش الحاجات دي، او ما يستوعبش مثلا الهدف كوميدي او الهدف درامي، او ما يفهمش هو بقى على موضوع لا في سياق الدراما ولا في غير الكلام ده كله، هو قاعد بيتفرج على التلفزيون الله ده حلو وبيقلد او بيبتدي يكرر الكلام وراه. ازاي يبتدي تنميه مهارات مع ابني؟ اولا تنميه مهارات الاطفال بتبدا من سن صغير جدا، والدراسات اثبتت ان تنميه المهارات بتبدا من قبل الولاده كمان. يعني هو الطفل بيبدا يسمع من قبل من ساعه ما بيكون في بطن الام. أيه. فهو بيقدر ان هو يسمع، بيقدر ان هو يحلم، لا وبيجيله كوابيس كمان، فهو بيتعرض لكل ده من وقت الحمل. فمهم جدا اني اراعي ده. فاول ما الطفل يكون قدامي فدي حاجة كبيرة جدا وبالدنيا، فأنا لازم أبدأ بقى أشوف كل الحاجات اللي محتاجها ابني علشان أطور مهاراته وأشوف ده أقدر أوظفه إزاي. كلمة تنمية المهارات لقينا إن هي في ألعاب طبعا ليها، وفي حاجات أنشطة ليها كتير سواء على الإنترنت أو سواء في الكتب. يعني الموضوع بيحتمل جزء نظري وشق عملي. طيب هل الموضوع ده شايفه ان هو محتاج اخصائي ولا لازم في البيت؟ انا بص انا بقى مش هقوم من هنا والفكره دي مطوله معانا شويه علشان خاطر ايه، انا بقى ايه واقف عند الجزئيات دي. هل فعليا الموضوع، هل الام هي الاخصائيه الاولى او الثانيه او ترتيبها يجي كام؟ وهل موضوع تنميه المهارات ده محتاج اخصائي فعليا ولا في ارشادات بسيطه ممكن نمشي وراها؟ بالتأكيد طبعا ده احنا ما بنغفلش دور الأخصائي، بس هل بنعرف نبتدي ازاي او الموضوع معانا يعني ابسط الامكانيات ليه؟ اتفضل. الام من احنا دايما بنقول ان الام هي افضل أخصائي للطفل. واحنا بنقول كده ليه؟ لان هي اكتر شخص يقدر يستوعب الطفل ويلاحظه. هي اكتر حد قريب منه يقدر ان هي تلاحظه في من اقل حاجه. يعني لو هي شافت ان هو ما بيلتفتش او بيحرك ننه اول ما بيتولد، بالتاكيد لازم تتوجه للاخصائي او الطبيب مباشره. ودي من الحاجات المهمه جدا، واحنا بنلجا للاخصائي وقت ما احنا بنحتاج ان استشاره معينه. يعني اول ما يوصل الطفل 7 سنين فهو بيبقى محتاج المهارات الحركيه. بالزبط. في الوقت ده انا ببدا اوظف كل الحاجات اللي تخلي الطفل يقدر يمشي ويتحرك ويحبو على رجله. وابدا ان انا اوظف له كل الوسائل انه يطلع على المخده ويبدا ان هو يمسك حاجات ويقف وكل ده لحد ما بيوصل 9 شهور. طيب نبتدي بقى جزئيه التطوير، ازاي اطور المهارات بقى بتاعته لما يعني خلينا كده جزء اكتشاف وجزء تطوير. هي المهارات مختلفة جدا، فمنها اللفظية لازم نتعرف عليها طبعا، والإدراك والسمعي والحسي والبصري، أنواع متعددة جدا من المهارات. وعلشان أتعلم إزاي أوظف المهارات اللفظية لازم أكون قادرة كويس أعرف إزاي أتكلم مع ابني. لأن لو أنا مثلا بقلد حركات ابني، لان في بعض الامهات او بعض الاباء بيقلدوا التصرفات اللي بيعملها الطفل. يعني ده بقى كده احنا وصلنا لدور الاب والام في تنميه مهارات الاطفال. طبعا. فحضرتك اديني بقى جزء على دور الاب وجزء على دور الام، مثال. الام زي ما احنا قلنا دورها كبير جدا في كل وسائل الحنان والعطاء الغير محدود. تمام. يعني الحافز ده بيتنمى جوه الطفل من خلال المعامله اللي هي الحنونه، ومن خلال تدعيمها ليه، من خلال تحفيزها الايجابي ليه، ده بيكون دور كبير فعليا. فعلا بالتاكيد. والاب دوره لا يغفل تماما عن المهمه دي، لان هو ليه دور فعال تماما في تنميه مهارات الطفل. فلو هو اب ما بيلعبش، ما بيوفرش الوقت الكافي، فدي من الحاجات السيئة جدا. طبعا. لو أنا دايما بكبر دماغي وعندي اهتمامات تانية ومش فاضي وده دور الأم، لا. انت ليك دور كبير جدا في احتواء الطفل ده في اللعب معاه. بالظبط بالظبط. عشان يكون في على الأقل استجابة ويكون في تفاعل ما بينهم وبين بعض. زي ما كانوا بيقولوا مثلا في الأمثال، البنت حبيبة أبوها بس برضو الابن بيبقى شايفه قدوة ليه. فإذا على الأب وعلى الأم دور
في الجزئية دي، جزئية إن ابنها بيكون بيعتز بيها، بيعتز بكل حاجة هي بتعملها، اتربى من صغر عارف إن الجنة تحت رجليها، عارف إن هي دي مصدر الحنان، صانت وكل حاجة في البيت وكل حاجة في الحياة عشان خاطر تقدم له مثال يحتذى به، وكذلك البنت. طيب خلينا بقى ندخل على ايه غششينا كده انا دكتورة. عايزه اقول ازاي نتعامل مع اولادنا؟ انا عايزه اقول نقطه مهمه جدا جدا لكل اب وام بيسمعني، لانه الكلمه اللي انت بتطلعها مصطلحاتك اللي بتوجهها لاولادك سواء طفل او شاب في ثانوي او حتى في كلية، المصطلحات ليها عامل وتأثير كبير جدا. تمام. فأنا الكلمة اللي بقولها مهم جدا أني أعرف كويس أن هي ليها دافع إيجابي، حتى لو اللي قدامي ده غلطان وأنا عارفة أنه عمل كارثة كبيرة جدا، أنا لازم كويس جدا أبدأ بالتدعيم الإيجابي وبعدين أبدأ أني أشوف هو عمل كده ليه. تمام. طيب الدكتورة آية النهاردة كنت معانا، حد طبعا أنا تعاملت مع حضرتك قبل كده وبشوفك فعلا في مؤتمرات كتير بتخص سواء التربية الخاصة أو بتخص الإرشاد الأسري، وكان لي الشرف أن أنا التقيت بحضرتك قبل كده. دكتورة آية إبراهيم الأخصائي النفسي وأخصائي التربية الخاصة، كنت معانا النهاردة منورة جلسة ضيوف الشاذلي. سعيدة جدا باللقاء ده، ومن أحلى الحاجات اللي أنا مريت بيها، وعايزه اقول ان في نقطه مهمه في البرنامج هي اللي بتخلي فعلا في سعاده، وهي الوجه البشوش بتاع حضرتك، فهي دي اجمل حاجه فعلا في البرنامج. اسعد قلبك مع شاذلي، دي شهاده نعتز بيها، هديه رمضان معانا. اوعي بقى تمشي، خليكي معانا عشان هنطلع تاني كلنا. نطلع فاصل ومجهزين لكم جزئيه كده جميله، حرقنا لكم المفاجاه الاولانيه رمضان. نطلع فاصل ونرجع تاني.